غادي نبقاو دائما في الوصفات الطبيعيه التجميليه للعنايه بكل انواع الشعر للحد يعني من تقصف ومن تساقط الشعر، وفي نفس الوقت يعني باش نغذيو باهم الفيتامينات اللي كتكون متواجده في المواد الطبيعيه اللي كنستهلكو. وغادي نبداو باول قناع متكون من غادي ناخذ واحد بعويده الجاسة وغادي نضيفوا ليها تقريبا واحد ربع خيارة محكوكة، ولا كان عندنا الشعر طويل وقوي غادي نديروا تقريبا واحد خيارة كاملة محكوكة بالقشور ديالها تكون غير مغسولة مزيان وصفار بيضة بلدية. واللي عنده الشعر كيحس انه ناشف بزاف يضيف قطرات اما من زيت الزيتون او لا من زيت ارغان، فهذه خاصيه للشعر الجاف. فوق ما نشوفوا انه الشعر ديالنا ناشف بزاف او لا كنصبغوا بزاف او لا كنصيبوا الشعر ديالنا بالسشوار بزاف، فمن الافضل على انه اي خلطه طبيعيه نضيفوا لها قطرات من اي زيت متوفر عندنا سواء زيت الزيتون او لا زيت ارغان او لا زيت الزنجلان او لا زيت الكوكو. غادي نعاود اول قناع للعنايه بكل انواع الشعر ممكن نستافدوا منه. غادي ناخذ واحد الاناء غادي ناخذ بعويده نطحنوها في الطحانه مع خياره محكوكه بالقشور ديالها، ملي كيطحنوا مزيان كيخرج لنا حتى العصاره ديالهم وحتى الماء ديالهم. غادي نضيفوا لهم كذلك صفار بيضه بلديه كيتخلطوا مزيان، غادي نحصلوا على واحد الخليط يعني داير بحال بيغي تيكون عاصد شويه، وغادي نخلطوه مزيان وغادي نديروه على الشعر ديالنا كله. ومن بعد نحاولوا اننا نمشطوه بالمشط للاسنان ديالو واسعه حتى كتدخل هذه الخلطه الطبيعيه لداخل ديال الفروه ديال الراس، يعني نقسموا الشعر ديالنا على اربعه باش يسهل علينا، وندهنوا ونخلطوا مزيان هاد نطليوها على الشعر ديالنا كله. ومن بعد فاحنا كنغطيو بواحد الفوطه سخونه معصوره لانه هذاك الماء سخون ملي كنديروا على الشعر ديالنا كيتفاعل مع هاد الخلطه الطبيعيه، وبالتالي كل الفيتامينات اللي متواجده في هاد المواد سواء البعويد او الخيار او الصفار ديال البيض البلدي فهو كيعطي نتيجه فعاله لكل انواع الشعر. ومن بعد نخلي واحد الساعه او ساعتين، ومن بعد ساعتين ممكن نغسلوا الشعر ديالنا بالماء والشامبوان المناسب للنوع ديال الشعر ديالنا. كذلك الترطيب وتغذية الشعر ممكن اننا نواظبوا على استعمالنا الحمام زيت، يعني نتهلاو في الشعر ديالنا ونستعملوا دائما حمام زيوت لانه كتعطي الفعالية واللي هي ترطيب الشعر وكتمنع تساقطه، في نفس الوقت كتغذيه بالفيتامينات وبالاملاح المعدنية وكتخلينا نحافظوا على ديك المادة ديال البروتين المادة الكيراتين الطبيعية اللي كاينة في الشعر ديالنا. غادي ناخذوا كمية من زيت الكوكو يعني كميات متساويين، الا درنا جوج معالق ديال زيت الكوكو جوج معالق زيت الزنجلان جوج معالق ديال زيت ارغام. الا درنا مثلا شعر ديالنا طويل وقوي ممكن نديروا نص كاس ديال الكوكو مع نص كاس ديال الزنجلان مع نص كاس ديال زيت ارغام. غادي نخلطوا هاد المكونات زيت الكوكو مع زيت الزنجلان مع زيت ارغام، نخلطوهم مزيان لكم الاختيار، اما نديروهم يدفاو على طريقه حمام مريم يعني كاسرونه كبيره فيها الماء فوق منها كاسرونه اخرى فيها هاد الزيوت بثلاثه زيت الكوكو زيت الزنجلان زيت ارغام، او لا ممكن ناخذوا الطريقه الثانيه هو اننا نديروا كاسرونه فيها الماء يبدا يدفى ونديروا واحد القرعه ونديروا فيها الزيوت ونسدوها مزيان ونحطوا هذيك القرعه في هذاك الماء حتى يسخن هذاك الزيت، وعاد ديك الساعه كنفرغوا في واحد الاناء ونخليوه حتى يدفى يعني للدرجه اللي ممكن تستحملها الفروه ديال الراس، ومن بعد كندهنوا بها الشعر ديالنا وكنركزوا على الاماكن اللي عندنا فيهم تقصف يعني الجهه ديال لي بوينت الجهه التحتانيه ديال الشعر هي اللي كتكون يعني متضره، فانا يعني نحاولوا اننا ندهنوها مزيان وندهنوا كذلك نركزوا على الفروه ديال الراس. وملي نديروا هذا حمام زيت للشعر ديالنا كله يعني ملي نوصلوا هاد الزيوت للشعر ديالنا كله نحاولوا دائما وحنا كندهنوا الشعر ديالنا ونحاولوا دائما بالاطراف ديال الاصابع وحنا كنديروا مساج خفيف للشعر ديالنا باش كنشطوا الدوره الدمويه وكيتفتحوا دوك المسام ديال الفروه ديال الراس، وبالتالي هذيك الزيوت كتدخل لداخل ديال الاعماق ديال الفروه ديال الراس وكتعطي نتيجه فعاله. نبقاو دائما في الاقنعه يعني الطبيعيه للعنايه بكل انواع الشعر. غادي نمشيو لقناع اخر للترطيب وتغذيه الشعر، مكونات بسيطه كالعاده. غادي ناخذوا لفته بيضاء تكون كبيره، لفته بيضاء اما نفوروها اما نسلقوها في شويه ديال الماء، وهذاك الماء اللي سلقنا فيه هذاك اللفت حتى هو نحتفظوا به باش نديروا على الشعر ديالنا لانه غني بالفيتامينات وبالاملاح. اذا غادي نعاود باش نرطبوا ونغذيو الشعر ديالنا، غادي ناخذوا لفته تكون كبيره شويه غادي نفوروها او لا ممكن اننا نسلقوها في شويه ديال الماء، وهذاك الماء اللي سلقنا فيه اللفت البيض حتى هو نحتفظوا به، وغادي نخلطوهم. غادي ناخذ ديك اللفته غادي نطحنوها، قلنا الا سلقناها نطحنوها بالماء ديالها، والا فورناها غادي نطحنوها غير بوحدها ونضيفوا لها صفار بيضه بلديه ونضيفوا لها قطرات من زيت الزنجلان ولا ما عندناش نديروا زيت ارغان.
غادي نخلطو مزيان تقريبا واحد المعلقه ولا واحد الفرشيطه حتى يتخلط لينا هذاك اللفت اللي هو مطحون مع زيت ارغان اولا زيت زنجلان مع صفار بيضه بلديه. ملي كيتخلطوا مزيان كنحصلوا على واحد الكريمه، هذيك الكريمه كنديروها على الشعر ديالنا كطبقه ودائما كنوصلوها للشعر ديالنا كله ونبقاو ندهنوا خصله بخصله حتى كنوصلوها للشعر. وبنفس الطريقه دائما الفوطه سخونه معصوره نخليها واحد ربع ساعه حتى نص ساعه، من بعد كنزولوا الفوطه كنخليو الشعر ديالنا يتفاعل مع هذه الخلطه الطبيعيه تقريبا واحد الساعه ساعتين اولا حتى نص عشيه، ثم كنغسلوا الشعر ديالنا بالماء العادي. نمشيو كذلك للقناع اخر حتى هو بسيط جدا في المكونات. غادي ناخذ معلقه ديال الورد بلدي يكون مطحون، يعني يكون واخا يابس ولكن تكون مازال فيه الريحه، يكون مازال جديد وكنطحنوه مزيان. وغادي ناخذ منه معلقه ديال الورد البلدي، غادي نضيفوا ليها كذلك تفاحه مفوره اولا مسلوقه في الماء، ونفس الطريقه كيف درنا مع اللفت كنحتفظوا بالماء ديال هذاك اللي سلقنا فيه التفاح، وكنضيفوا عصير ديال الليمونه وقطرات من زيت ارغان. غادي نعاود هذا القناع مناسب لكل انواع ديال الشعر لانه كيغذي وغني بالفيتامينات وكيرطب الشعر وخاصه الى داومنا عليه، وفي نفس الوقت كيعطي واحد رائحه عطره لانه فيه عصير الليمون وفيه الورد البلدي. فغادي ناخذ تفاحه غادي نفوروها اولا غادي نسلقوها في شويه ديال الماء، غادي نطحنوا هذيك التفاحه الا سلقناها بالماء ديالها نطحنوهم بجوج، والا فورناها غادي نطحنوها غير بوحدها ونضيفوا ليها العصير ديال الليمون يعني عصير ديال الليمونه طبيعيه، وغادي نضيفوا معلقه ديال الورد البلدي وقطرات من زيت ارغان. نخلطوا مزيان وكنديروا هذا القناع على الشعر ديالنا نحصلوا عليه بحال كريمه بوماد، وغادي نديروها على الشعر ديالنا ونركزوا دائما بخصله بخصله حتى كنثبتوا هذا القناع على الشعر ديالنا كله. بنفس الطريقه نغطيو بفوطه سخونه معصوره واحد نص ساعه، ومن بعد نص ساعه فاحنا كنغسلوا من الشعر ديالنا يعني بعد ما نكونوا خليناه ساعتين اولا ثلاثه ديال الساعات فما فوق باش يزيد يستفد من هذه المواد الطبيعيه اللي كاينه في هذه الاقنعه. قناع اخر دائما لترطيب وتغذيه كل انواع الشعر فيه بنانه تكون طيبه، يعني يعني ملي نقولوا طيبه يعني بنانه يعني تكون كحالت يعني تكون طيبه، غادي نمعكوها مزيان ونضيفوا ليها صفار بيضه بلديه ونضيفوا ليها اما كميه من زيت الكوكو اما كميه من الزبده العاديه او الزبده البلديه على حسب شنو متوفر عندنا، لانه كنعرفوا الزبده من بين يعني المواد اللي كتنزل الخصله ديال الشعر، يعني ما كيبقاش الشعر مكهرب مشوك، وحتى هذوك الجهه ديال لي بوينت فهي كينزلوا هذوك لي بوينت ما كيبقاوش واقفين. غادي ناخذوا بنانه طيبه تكون كحله نمعكوها مزيان مع صفار بيضه بلديه مع شويه ديال الزبده البلديه او الزبده ديال العبار العاديه، نخلطوا مزيان وبنفس الطريقه غادي نديروهم خصله على خصله على الشعر ديالنا. كيف كنديروا الترطيبه نتعاملوا معها كيف كنديروا الترطيبه، يعني ندوزوا هذه الوصفه على الشعر ديالنا كله، ومن بعد فاحنا كنغطيو فوطه سخونه معصوره بنفس الطريقه فعاله جدا. واللي عنده يعني ضرر في الشعر اللي عنده الشعر يعني كيصبغوا باستمرار كيستعمل هذاك الليسور او اللي كيستعمل السيشوار باستمرار او كان كيستعمل الترطيبه يحاول يوقف هذه الامور ويداوم على هذه الاقنعه، لانه بالفعل الا داومنا عليها مره حتى المرات في الاسبوع اللي عنده ضرر كبير في الشعر يحاول يديرهم حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، يعني اختار واحد ولا جوج من هذه الاقنعه ويداوم عليها لشهور، واكيد على انه غادي يحصل على واحد النتيجه فعاله لانه الشعر كيبدا يتفاعل مع هذه المواد كيبدا يستنس بها كيبدا يولفها، وبالتالي فهو كيبدا يستقبل هذه المواد الطبيعيه وكيستفد من النتيجه. ف كيف قلنا ضروري على انه يتخلطوا مزيان ونديروهم خصله بخصله باش كنثبتوهم على الشعر ديالنا كله. غادي نختموا باخر قناع واللي هو حتى هو كيرطب الشعر بواحد الطريقه فعاله، غادي ناخذوا العصاره ديال الدرقه، يعني ديك الدرقه الصغيره اللي تكون بلا شوك هذيك الصغيره، غادي نحاولوا اننا نمسحوها مزيان ونحلوها من الوسط وناخذوا واحد المعلقه ونبداو نكرطوا هذيك العصاره الدخلانيه اللي كتكون لزيجه اللي كتكون بحال بيض البيض، غادي ناخذوا الكميه اللي غادي تكفانا ونضيفوا ليها هذا البيض البلدي اللي عنده الشعر دهني اللي عنده الشعر يعني دهني مزيت وبغى يستافد من هذا القناع غادي ياخذ ديك العصاره ديال الدرقه قلنا داك الدخلاني ديالها اللي لازج بحال بيض البيض، غادي نضيفوا ليه بيض البيض كذلك ونضيفوا ليه يعني ملي تخلط مزيان ملي تخلط مزيان غادي نديروه على الشعر ديالنا بوحدو، يعني من هاد جوج المكونات بوحدهم اللي عنده الشعر دهني. اللي عنده الشعر جاف اولا كل انواع الشعر غادي ياخذوا هاد الدرقه ياخذوا العصاره ديالها وغادي يضيفوا ليها بياض بيضه بلديه اولا صفار بيضه بلديه يعني بجوجهم مزيانين،
وغادي يضيف واحد ياغورت مسوس وقطرات من اي زيت من الزيوت. غادي نعاود قلنا اللي عنده الشعر دهني غادي يكتفي فقط بهاد العصاره ديال الدرقات الدخلانيه مع بياض بيضه بلديه، يحركهم مزيان ونديروهم على الشعر ديالنا ونواظبوا عليهم جوج المرات في الاسبوع. اللي عنده يعني كل انواع الشعر سواء العادي او للجاف او للمتقصف او للشعر المصبو ممكن على انه ياخذ هذيك العصاره ديال الدرقه يضيف لها واحد ياغورت مسوس، يضيف لها بياض بيضه بلديه او صفار بيضه بلديه او ممكن يدير بيضه كامله ويضيف لهم قطرات من زيت ارغان او زيت الزيتون ويتخلط مزيان وكنديروه على الشعر ديالنا وكنخليوه يعني مده كافيه. بعد ما كنكونوا درنا فوطه سخونه معصوره ثم كنغسلوا بالماء والشامبوان ونختموا بالديميلور لانه حتى هو كينزل من الخصلات ديال الشعر. فهذه كلها أقنعة بسيطة جدا في المكونات، يعني حاضرة في كل كوزينة هاد المواد، وأكيد على أنه كتعطي نتيجة فعالة واللي هي ترطيب وتغذية الشعر. فنتمنى أنكم تسجلوا معنا هاد المكونات والطريقات ديال تحضير هاد الأقنعة الطبيعية وتجربوهم يعني في البيوت ديالكم لأنه كتعطي نتيجة فعالة.